استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري، أحييكم إلى استوديو الحدث لهذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. مقتل قيادي في حزب الله بغارة إسرائيلية صباح اليوم قرب صيدا. بعد تقرير الخارجية حول حقوق الإنسان في العالم، بلينكين ينفي ازدواجية المعايير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. تظاهرات واعتقالات للمحتجين في الجامعات الأمريكية بسبب حرب غزة، وبايدن ينتقد معاداة السامية. الوكالة الذرية تقول إن إيران على بعد أسابيع وليس أشهر من الحصول على يورانيوم مخصب كاف لصنع قنبلة نووية. نازحو مأرب يبيتون في العراء بعد أن أطاحت الأمطار الغزيرة في الأيام الماضية بخيامهم. البرلمان البريطاني يقر قانونا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 12 أسبوعا، والأمم المتحدة تنتقد. في تصعيد جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم مركبة في منطقة أبو الأسود في الزهراني جنوب لبنان، في حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على ذلك. أفاد مراسل الحدث بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت عنصرا من حزب الله يدعى أبو علي من سكان بلدة عدلون. يذكر أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي هذه المنطقة الواقعة ضمن قضاء صيدا. وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أنه تم قصف عدة أهداف لحزب الله خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، من بينها مبنى عسكري في بلدة يارون جنوب لبنان. أضاف أدرعي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في وقت سابق من اليوم بسبب إطلاق قذائف صاروخية في منطقة مطلة والحدودية، واتضح بأن ذلك في منطقة مطلة بأن ذلك كان عن طريق الخطأ. وعند ساعات الصباح الأولى أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بمقتل شخص لم تحدد جنسيته باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة أبو الأسود بمدينة صيدا. من جنوب لبنان معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف. ناهد أهلا بك معنا، نبدأ معك إذا ما تكشفت أي معلومات جديدة حول الشخص المستهدف في هذه السيارة. نعم ضحى، يعني من هو هذا الاستهداف؟ يأتي في سلسلة الاستهدافات والاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل منذ أشهر في لبنان، إن كان لقيادات من حزب الله أو من حركة حماس. بحسب مصادر الحدث فإن المستهدف في هذه الغارة يدعى حسين عزقول، وهو قيادي في حزب الله، هو مسؤول في الوحدة الصاروخية في حزب الله. بحسب مصادر الحدث التي أكدت وجوده وحده في هذه السيارة من نوع هيون التي تم إطلاق صاروخ واحد عليها على طريق أبو الأسود، تدعى أبو الأسود، هي على أوتوستراد دولية في منطقة يعني يربط بين الزهراني ومدينة صيدا. على تلك المنطقة هي المرة الأولى التي تستهدف والتي أدت إلى مقتل حسين عزقول كما قلنا، وهو مسؤول في الوحدة الصاروخية في حزب الله بحسب مصادر الحدث. غير ذلك هناك هدوء على الجبهة الجنوبية ضحى، كان هناك قصف مدفعي صباحا
على عدد من البلدات الحدودية، ولكن غير ذلك يمكن القول بأن الهدوء الحذر يخيم على المنطقة. التحليق للطيران الحربي والاستطلاعي بين الحين والآخر ليس بشكل متواصل إنما متقطع، ولكن على عكس الليلة السابقة التي كانت مليئة بسلسلة من الغارات التي استهدفت عدة بلدات حدودية، اليوم غير تلك الغارة التي استهدفت. إذن نحن نعرض الآن ناهد عاد إلى المنطقة صورة الشخص المستهدف في هذه الغارة التي قام بها مسيرة إسرائيلية على سيارته. إذن هذا هو القيادي في حزب الله الذي قتل في هذا الاستهداف الإسرائيلي الأخير. معلومات أوفى حول هذه الشخصية وأيضا حول هذه المنطقة التي استهدفت لأول مرة ربما. هي منطقة، هي طريق دولية ضحى تربط بين صيدا والمناطق الجنوبية. كان هناك منذ حوالي الشهرين استهداف في منطقة الزهراني قريبة من هذا الموقع، لكن يومها كان استهداف لعدد من المستودعات في تلك المنطقة. كانت إسرائيل يومها قالت بأنها تابعة لحزب الله، إنما أصحابها كانوا أكدوا بأنهم يملكون مولدات كهربائية في تلك المستودعات على منطقة الزهراني. اليوم يعني هذا موقع الاستهداف هذا قريب نوعا ما من تلك المنطقة، ولكنه كان استهدافا لهذه الشخصية. كل المعلومات المتوفرة حتى ساعة عن هذه الشخصية هي أنه مسؤول في الوحدة الصاروخية بحسب مصادر الحدث. طبعا حزب الله عادة لا يتحدث عن تفاصيل من مهمات أو أدوار من يتم استهدافهم، هو فقط يقوم بالنعي الرسمي بإصدار بيانات نعي بعد أن يتم الإعلان عن وفاتهم. لكن حتى الساعة حزب الله لم يتحدث عنه، لم يصدر أي معلومات حول هوية المستهدف في تلك الغارة، ولكن طبعا هذه المعلومات جاءت بحسب مصادر الحدث. نعم، المعلومات أيضا ناهد كانت تحدثت عن أن هذا الاستهداف اليوم جاء ردا على قصف شمال إسرائيل بالصواريخ قبل يومين. هذا يأخذنا للتوتر على الحدود الجنوبية للبنان، وكيف هي الأوضاع الآن؟ نعم، يعني ليل أمس حتى ليس فقط قبل يومين، هذا قصف الصواريخ من جنوب لبنان لم تتوقف منذ أيام. يعني هناك بين إسرائيل والتي جاءت بحسب بيان حزب الله أنها ردا على الاستهدافات الأخيرة التي طالت يوم أمس عدة بلدات جنوبية، بالإضافة إلى بلدة صريفة أيضا، وهي ليست بلدة حدودية، والتي أيضا تم استهداف منزل لمسؤول في حزب الله فيها في تلك البلدة. وجاءت عملية أو إطلاق صواريخ الكاتيوشا على قاعدة عين زيتيم هي ردا على تلك العملية، إضافة إلى استهدافات أخرى في جنوب لبنان. لذلك هذه العمليات متواصلة منذ أيام ولم تتوقف. يعني كنا بين الحين والآخر نشهد هدوءا ربما ليوم أو يومين، وبعدها تعود الجبهة، يعود التصعيد إلى الجبهة. في هذه الأثناء الآن ضحى بعد عملية الاغتيال التي حصلت صباحا على هذا القيادي في حزب الله في السيارة، الآن عاد الهدوء الحذر إلى المنطقة، إلى كامل المنطقة الحدودية الجنوبية. طبعا يخرق هذا الهدوء تحليق للطيران الاستطلاعي والحرب بين الحين والآخر وليس بشكل متواصل. شكرا جزيلا على هذه المعلومات والتفاصيل. ناهد يوسف مراسلة الحدث كنت معنا من جنوب لبنان. من بيروت معنا الدكتور رئيف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. استهداف إسرائيلي جديد وبدقة عالية أيضا، نتحدث عن شخص يستهدف داخل سيارة، وحدث من قبل استهداف أيضا أشخاص بعينهم داخل شقة معينة داخل بناية، ولا يستهدف أي أحد أو يموت أي أحد في محيط تلك المنطقة. كيف لإسرائيل حتى الآن هذه القدرة على تسديد ضربات غاية في الدقة، ولحزب الله عدم القدرة حتى الآن في سد هذا الخرق داخل صفوفه؟ هناك فارق كبير ما بين قدرات حزب الله وتكنولوجيا إسرائيل. إسرائيل تمتلك وسائل تكنولوجية حديثة متطورة تشكل فارقا شاسعا بينها وبين قدرات حزب الله. هذا صحيح دكتور رئيف، لكن اسمح لي أنا لا أسأل عن القدرات التسليحية. بالتأكيد إسرائيل لديها قدرات أعلى بكثير، ولكن أتحدث عن المعلومات. نعم، وصل الحديث. تفضل. إسرائيل إضافة لتفوقها التكنولوجي
واستعمالها للطائرات الأواكس والمسيرات واستعمالها لأجهزة التنصت الأرضية وربط شبكة الأنترنت الأرضية بوسائلها في الأحياء اللبنانية وداخل منازل حزب الله. هناك كل من لديه جهاز أنترنت أو جهاز واي فاي داخل منزله هنا وسيلة للتنصت عليه أو لمراقبته، وأيضا الكاميرات الموجودة في الشوارع إضافة للخروقات البشرية. هناك صحيح أن هناك تفوق تكنولوجي، إنما أيضا تفوق بالخرق. لم يستطع حزب الله اليوم حتى اليوم من أو إيران حتى من قتل أو اغتيال أي مسؤول أمني إسرائيلي، بينما إسرائيل بواسطة خروقاتها الأمنية وخروقاتها لأجسام الحشد الشعبي في العراق والحرس الثوري في سوريا وحزب الله في لبنان استطاعت أن تنال من القيادات التي نالت منها. وبالتالي هناك صحيح عامل تكنولوجي، إنما أيضا مرافق بعامل بشري وبخروقات بشرية ومتعددة عبر عدة وسائل. لبل أن الموساد الإسرائيلي يعمل في لبنان والشباك يعملان في لبنان بحرية واسعة كما في سوريا وكما في العراق. وليس من فترة طويلة قد تم اغتيال صيرفي بعد التحقيق معه في لبنان في بلدة بيت مري، وتم استجوابه لأنه يوصل الأموال إلى حماس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وبالتالي أن المدخل للمحاربة الاقتصادية لحماس في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يبدأ من لبنان، لأن أموال إيران تصل إلى بيروت ومن بيروت تضخ بوسيلة أو بأخرى وعبر التحويلات والنظام المصرفي المفتوح إلى داخل إسرائيل. وبالتالي هناك ترابط. دكتور رائف، اسمح لي، حينما ننظر للوضع على الحدود الجنوبية للبنان، هذه الحدود بين إسرائيل ولبنان، ما الذي يحرك الأمور فيها؟ يعني تهدأ لعدة أيام ثم يكون هناك قصف مكثف إسرائيلي ورد من قبل حزب الله واستهدافات غاية في الدقة، ما الذي يحرك الأمور نحو الهدوء، وما الذي يحركها نحو تكثيف الضربات وتحقيق وتسديد ضربات بعينها؟ حاجة إيران إلى الضغط على أمريكا للمفاوضات التي تجري من وراء الستار سواء في مسقط أو في سويسرا أو في أي مكان آخر حول العالم. هذا الطلب الإيراني هو من يصعد في الجنوب وهو من يخفض التوتر في الجنوب، عوضا عن أن هناك أيضا عامل رد الفعل وعامل الرد على الرد. أما أساسا أن جبهة الجنوب لم تفتح بعد 7 أكتوبر إلا بناء لطلب إيراني للضغط على إسرائيل ومن وراء إسرائيل لإشعار أمريكا بأن إيران تستطيع أن توسع الحرب في المنطقة، وبالتالي على واشنطن وإدارتها أن تلجأ للتفاوض مع إيران حول مطالب هذا البلد. وبالتالي أن كل ما يفعل في الجنوب ليس بأهداف فلسطينية وليس بأهداف تحرير القدس وليس بأهداف مساعدة ومساند أهالي غزة، إنما بالطلب الإيراني الذي يريد أن تأتي أمريكا إلى طاولة المفاوضات وأن تقدم له التنازل وراء التنازل. هذا هو المطلب الأساسي، وكل ما يجري في الجنوب هو بأجندة إيرانية وليس أبدا بأجندة لا فلسطينية ولا لتحرير فلسطين ولا لمساندة وإشغال الجيش الإسرائيلي، إنما فقط من أجل إيران. كيف يمكن لإيران أن تحقق هذه الأهداف وهي تخسر العنصر تلو الآخر في ذراع مهم بالنسبة لإيران وهو حزب الله؟ لم تستلم عناصر حزب الله على العدد، وبالتالي بالنظرية الإيرانية أن الجميع هم مشاريع شهداء وليس أهم
من قاسم سليماني وغيره من قادة الحرس الثوري، وبالتالي العنصر البشري لا يشكل أي عائق أمام إيران لتنفيذ مآربها، بل العكس، أن تعتبر إيران أن أي عنصر هو في سبيل الشهادة، وبالتالي الغاية تبرر الوسيلة، والغاية أهم من جميع هذه العناصر التي تسقط اليوم كل يوم في أرض الجنوب وفي جبل لبنان. نعم. وفي عكا وفي بعلبك. شكرا. وفي شمال الهرمل. نعم. وأيضا في سوريا وفي العراق، وبالتالي أن العدد ليس مهم، المهم هو لدى إيران ولدى حزب الله هو. نعم. الغاية النهائية بالاعتراف بقدرتهم الإقليمية وبسياستهم وبردعهم وبقوتهم لفرض. نعم. شروطهم في المنطقة. شكرا جزيلا دكتور رائف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. الخارجية الأمريكية تؤكد أن واشنطن تراقب تحقيقات إسرائيل حول انتهاكات محتملة لجيشها في غزة والضفة. الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحداثة. اعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم. رفض أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية المقارنة بين ردود الأفعال الأمريكية على أحداث أوكرانيا وعلى أحداث غزة، مشيرا إلى أن الأوكرانيين ليسوا هدفا مشروعا مثل حركة حماس التي تختبئ بين المدنيين وتنتشر في المباني السكنية والمساجد على حد قوله. بلينكين وفي معرض تعليقه على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان أكد أن بلاده تواصل دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، موضحا أن واشنطن ستقول المزيد عن تلك مسألة في وقت لاحق لأن الأمر يستغرق بعض الوقت. أشار بلينكين إلى أن وجود تحقيقات مفتوحة كثيرة في إسرائيل بشأن الانتهاكات المحتملة، مبينا أن واشنطن تطبق نفس المعايير تجاه الجميع بغض النظر عما إذا كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا. Do we have a double standard? The answer is no. هل توجد لدينا معايير مزدوجة مع إسرائيل؟ الجواب لا. وكما يبين هذا التقرير، نحن ننظر إلى حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ونحن نطبق نفس المعايير تجاه الجميع، وهذا لا يتغير بغض النظر عما إذا كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا لنا، وهذا أمر في غاية الأهمية.
منذ اليوم الأول عملنا ما في وسعنا لزيادة حماية المدنيين، وكذلك كما تعلمون لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكاني غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها. وعندما يتعلق الأمر بالإدعاءات المتعلقة بالحوادث، سواء كانت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات للحقوق، سميها ما شئت، لدينا آليات في الوزارة نتبعها حيال التقارير التي تردنا. كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد للحدث أنه تم التواصل مع حكومة إسرائيل من أجل السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. أكد ميلر أن إدارة الرئيس بايدن دعت نتنياهو إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن. تقييمنا يشير إلى أن الأمر ليس كافياً، وأن ذلك يحتاج إلى المزيد من أجل السماح بدخول المساعدات، ولهذا السبب نشارك على أعلى المستويات في الحكومة بما في ذلك الرئيس بايدن نفسه، ونوضح تماماً وقلنا لرئيس الوزراء نتنياهو إنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وأن القرارات السياسية التي نتخذها ستعتمد على القرارات التي تتخذها إسرائيل. لدى إسرائيل سجل حافل في إجراء التحقيقات مع جيشها، وفي بعض الأحيان فرض إجراءات المساءلة. لقد رأيناهم يفعلون ذلك، فقد اتخذوا إجراءات المساءلة هذه علنا في الماضي، وهذا لا يعني أن هذه الأمور تكون دائما على المستوى الذي تريده حكومة الولايات المتحدة، ولا يعني أنها دائما على المستوى الذي تريده الأطراف المعنية الأخرى. لقد أعلمونا بالتحقيقات التي يجرونها، وسنتأكد من عدالة تلك التحقيقات، وفيما إذا كانت المساءلة مستحقة، فإن تلك المساءلة هي التي يتم فرضها. من موسكو معنا الدبلوماسي السابق الروسي فيسلاف ماتازوف، ومن القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور طارق. أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي لا يرى أي ازدواجية في المعايير، ويرى أن حماس تعتبر هدفا مشروعا حتى لو كانت في بيت أو في مسجد. تعليقك. بالتأكيد هذا التقرير السنوي يحتاج إلى مقارنة ومراجعة لكثير من الأمور. أولا الضوابط والمعايير التي يبنى عليها التقرير منهجيا غير صحيحة، هذا أولا على مستوى الشكل. هذه المعايير والضوابط بتخضع لحالات معينة متعلقة بنقاط محددة، منها التعامل مع المواطنين، الفصل المدني والعسكري، الانتهاكات التي تتم في مستويات معينة وغيرها. يخلو التقرير من عمليات توثيق منهجيا، وبالتالي عمليات توثيق مهمة لإمكانية الرد، سواء كان بالنسب الخاصة لشكل الانتهاكات، مواقعها أو غيره. وفي مراحل معينة نصحت الإدارة الأمريكية بضرورة أن يكون هناك تقرير للرد، بمعنى أننا ما نقوله وحضرتك بتطرحيه وكأطراف وكدول ومنظمات مجتمع مدني وغيرها لها حق الرد والتعامل معها. الإدارة الأمريكية بتخفل كل هذه الأمور، لا توثق مصادرها، لا تعتمد على مصادر مباشرة، بتكتفي بتوجيه الإرسال. لكن دكتور طارق، البعض قد يقول القضية مش معايير مزدوجة. القضية ليست معايير مزدوجة، وبالتالي ما الذي يعني يمكن الرد عليه في أرقام؟ نتحدث عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين الآن، فيها 10,000 قتيل، 6 أشهر في غزة قتلت حوالي 40,000. هذه الأرقام والمؤشرات بطبيعة الحال لا يتضمنها التقرير ولا ينتهج انتهاج مباشر في مقاربة التعامل. يعني على سبيل المثال، الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة ضحى وضعت بعض الكتائب، كما تعلمي كتيبة يهودا، وفي 7 كتائب أخرى، انتهاك مباشر من المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين. لا يوجد حديث عن انتهاكات للمستوطنين. الشابتر أو الجزء الخاص، البراجرافات اللي خاصة بإسرائيل اطلعنا عليها تفصيل، لا توجد فيها إشارات لأي أعمال عنف تجاه المستوطنين، لا توجد أي إشارات من قريب أو من بعيد لعمليات القتل الممنهج اللي بتقوم به إسرائيل، برغم سيل التقارير الدولية ومن اليو إن حول الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في إطار إرهاب دولة منظم وليس إرهاب أفراد. وبالتالي هنا لا نتحدث عن إرهاب أفراد،
ولا توجد بطبيعة الحال تعاملات من هذا. أما موضوع التحقيقات التي أشار إليها بلينكين وأشارت إليها الخارجية، لا توجد تحقيقات تجريها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تطلب مزيد من المصادر والتبين لما يجري، وبطبيعة الحال إسرائيل لا تنظر لمثل هذه الأمور. صحيح. وما ينطبق على إسرائيل ينطبق ما جرى طبعا في الحالة الأوكرانية بصورة أو بأخرى. بهذه النقطة أنتقل لضيفي، ولكن لا تطلب تحقيق دكتور طارق، تقول هي تتحدث عن دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، دراسة معلومات وليس تحقيق. أعود إليك في هذه النقطة، ولكن أذهب لضيفي. أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية يقول الأوكرانيين ليسوا هدفا مشروعا مثل حركة حماس التي تختبئ بين المدنيين، وبالتالي هو لا يرى أي ازدواجية في المعايير في وقوفه مع الأوكرانيين ومدهم بالأسلحة ووقوفه ضد الروس وفرض عقوبات عليهم. تعليقك. طبعا مقارنة بين التطورات الأوضاع في أوكرانيا وتطورات أحداث في الضفة الغربية وفي أرض فلسطينية وفي قطاع غزة، لا شك أن هناك في أشياء مشتركة. في موسكو ينظرون على تلك الأشياء المشتركة من زاوية واحدة، أن قادة الحالية لأوكرانيا كلهم من جنسية إسرائيلية وكلهم يملكون جوازات السفر إسرائيلية وسياساتهم متشابهة تماما، وفي أوكرانيا قوات روسية تصطدم مع ضباط إسرائيليين، وهذا كثير من النقاط في إذاعة وتلفزيون الإسرائيلية باللغة الروسية. أنا شخصيا سمعت كثيرا ما التقارير الضباط من قوات خاصة إسرائيلية التي تشارك في معركة ضد قوات روسية في أوكرانيا. ولذلك أنا أتصور أن مقارنة ممكنة، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية الأهداف مشتركة، لأن الري في روسيا منتشر وهو قوي، أنه في أوكرانيا في نهاية المطاف تتحقق المشروع القديم من 1922 بناء الدولة إسرائيل الثانية كاحتياط لإسرائيل في ظروف الكاسية عندما يأتي الوقت استدام المسلح مع العالم العربي مع العالم الإسلامي من أجل مسجد الأقصى هيكل سلمون الثالث. ولذلك كل هذا يتطلب أي ملجأ، أي خلف الداخلي، وهذا الخلف الداخلي يعتبرون هذا الري في روسيا منتشر جدا، أوكرانيا كمركز. لذلك حرب من أجل أوكرانيا، أمريكا تخوض ليست لأجل أوكرانيين أما لأجل هذا المشروع الاحتياطي لصفقة القرن الذي اتفق معه دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو أيامه رئيس دولة الأمريكية، وأثار لهذا صفقة القرن تطهير إسرائيل من كل الفلسطينيين في الضفة الغربية في قطاع غزة. لكن أنا أسألك سيد فيسلاف ماتازوف في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا في حربها على أوكرانيا، وبأنها ترى بأنه على روسيا ألا تقوم بهذه الحرب ولا تستمر فيها، وبالتالي لذلك هي تدعم أوكرانيا التي يعني روسيا تحاربها منذ أكثر من عامين الآن. طبعا كل هذا أهداف الأمريكية تبدأ تتبين خلال الحرب. نحن بدأنا الحرب بموقف غير معلن، والآن كل أهداف واضحة، والآن روسيا تكافح مع الولايات المتحدة الأمريكية صحيح بشكل واضح مباشرة بالوكالة بقوات مسلحة أوكرانية البروكسي وور، ونحن نكافح 54 دولة غربية برئاسة الولايات المتحدة، وإسرائيل أحد الدول المشاركة في هذا الحرب ضد قوات روسية في أوكرانيا، وهذا دور كبير.
دور ليس تكنولوجي فقط، ودور حوالي 2000 دابت قوات خاصة أوكرانية جنسية إسرائيلية أعطوا إلى قطاع غزة عندما بدأت نتنياهو هجوم على قطاع غزة في منذ 7 أو 6 أشهر. ولذلك كان تصور أن أشياء مشتركة موجودة. دكتور طارق، في حديث أنتوني بلينكين تارة يتحدث عن دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتارة يتحدث عن وجود تحقيقات مفتوحة لكن ستأخذ الكثير من الوقت. كم منتقدة الولايات المتحدة الأمريكية ليس في دعمها لإسرائيل الحليف الأكبر بالنسبة لها، لأن هذا معروف ليس جديد هذا الدعم، ولكن في عدم امتثالها للقوانين التي لطالما هي نادت بها حول حقوق الإنسان، الامتثال للقانون الدولي. نحن نرى مثلا هذه المظاهرات في الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، أول تصريح من بايدن كان بأنها معادية للسامية. هو بالتأكيد طبعا المقاربة الأمريكية مختلفة تماما ولا تنطبق على الحالة الإسرائيلية من قريب أو من بعيد، بصرف النظر عن محاولة يعني التأكيد على أن الولايات المتحدة تتعامل بمعايير أو ضوابط محددة تجاه العالم. يعني ما ينطبق على الحالة الإسرائيلية لا ينطبق أو الروسية أو الأوكرانية أو حتى الصراعات في العالم. هو ذكر ما نصه أنه لا يوجد أي تمييز ما بين الشركاء أو الفاعلين الدوليين أو حتى الخصوم أو غيره، هذا غير صحيح. يعني أيضا هذا الأمر انطبق على الحالة الصينية في الإشارة للانتهاكات التي تمت بصورة أو بأخرى. تستطيع دوحة أن تضع عنوان لهذا التقرير في مجمله، مش الجزء الخاص بإسرائيل فقط أو روسيا أوكرانيا، هو تسييس هذه المواقف والاتجاهات. يبدو الذين صاغوا، وهذا أمر معتاد بالمناسبة في التقارير المعادية، نحن نسمي أكاديميا هذه التقارير تقارير مسيسة لا تستند على أي أسانيد ولا يمكن الرجوع إليها في كمراجع علمية مثلا أو إشارات معينة، لأنه هناك تناقض وتضارب في محتوى المضمون نفسه. حتى النسخة يعني ربما نعتمد نحن على النسخة باللغة الإنجليزية، لكن أيضا الترجمة تتغير بطبيعة الحال. هو يتحدث عن انتهاكات ممنهجة بالنسبة لما جرى في قطاع غزة، ولكنه لا يقول أن هذه الانتهاكات ليست سلوك أفراد لكن سلوك دولة أو سلوك حكومة أو توجه من الحكومة. لم يشر في الحالة الإسرائيلية إلى الانتهاكات اليومية للمستوطنين في التجمعات الفلسطينية، لم يشر من قريب أو من بعيد إلى موافقة الأجهزة الأمنية على دعم هذه الأعمال، الانتهاكات التي تجري على طول المناطق والمناطق التماس داخل الضفة، ليس في غزة فقط ولكن غزة أمام العالم كتاب مفتوح، لكن هناك ممارسات وانتهاكات لم يتم عليها. طبعا موضوع الاعتقالات والملاحقات الأمنية والقبض على عشرات من الشباب الفلسطيني دون أن تكون هناك تحقيقات لم يتم إشارة إليها. لا توجد تحقيقات حضرتك لعمليات الاعتقال اليومية في الضفة، وأيضا في الممارسات التي تقوم بها الدولة معنا التعليمات، يشبه كثيرا ما يحدث في غزة مثلا. بالتأكيد يعني الاجتياحات اليومية للمخيمات بصورة كبيرة وخلط المفاهيم. يعني تستطيع أن تضع عنوان لي هو لم يميز ما بين المقاومة المشروعة للمحتل وما بين العمل الإرهابي المنظم. يعني ربما لم يشر من قريب أو من بعيد لممارسات حركات العنف في المجتمع الإسرائيلي، حركات التطرف التي يغذيها قطعان المستوطنين بصورة أو بأخرى، وهذه يوميا هذه الحركات كما تعلمي حضرتك يجرمها القانون الدولي، اللي هو قال قانون دولي إنساني بصورة أو بأخرى. هذه الحركات ممنوع أصلا عليها العمل بالسياسة، ممارساتهم تقوم كل يوم في هذه الممارسات. وبالتالي إلى أي مدى دكتور طارق؟ منظمات إسرائيلية يعني زي منظمة بيتسليم وغيرها من المنظمات التي تسجلها. تفضلي حبيبي. وبالتالي إلى أي مدى دكتور طارق؟ أنت قلت جملة غاية في الأهمية، غزة كتاب مفتوح أمام العالم، وبالتالي إلى أي مدى هذا التقرير هذه المرة على الرغم من أنه إصداره بشكل دوري كتقرير مسيس كما تقول بالنسبة للباحثين، يختلف هذه المرة عن كل المرات السابقة كون ما يحدث من انتهاكات في غزة هو كتاب مفتوح أمام العالم، هو في فيديوهات في صور توثق ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية في فلسطين بشكل عام؟ الآن إلى أي مدى يؤثر في شكل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت سابق؟
أنا في تقديري أن الولايات المتحدة افتقدت المصداقية أصلا في التعامل في مثل هذه الأمور، وظهور بلينكن ليدافع عن التقرير بنفسه هذه سبقة مهمة للمناسبة مع بث التقرير ومضمونه، لكي يؤكد أن الخارجية الأمريكية تتعامل بمعايير واحدة وغيره، والرجل يدافع عن نفسه ربما للرد والرد المقابل ما نطرحه الآن، ونطلب بطبيعة الحال كباحثين وأكاديميين المصادر التوثيقة، المراجعات التي يمكن أن تتم فيها. لابد هنا أن يكون هناك رد على الرد، بمعنى أنه لا نكتفي فقط حضرتك بأن ننتقد التقرير علميا ومنهجيا وبما تضمنه من مغالطات كبيرة وفادحة بالمناسبة في غزة وفي الضفة. أعتقد مطلوب أن يكون في تحرك في هذا، وأن يقوم الإعلام العربي بدوره في هذا السياق، تجذيب مثل هذه التقارير وتفنيدها على أرض الواقع. للأسف الوقت انتهى تماما. أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة. والدبلوماسية السابقة روسي فيسلاف ماتيزوف، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لكما. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل، الخارجية الإيرانية تعرب عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القيود على إيران. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. أهلا بكم. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة لوسيلة إعلام محلية أنه لا يمكن وصف الحادث الذي وقع في أصفهان بأنه هجوم. هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الأردن قائلا إن عليه تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن إسرائيل قامت في السابق بمثل هذه الأعمال التي وصفها بالعمياء، وهو ما ردت عليه إيران ميدانيا على حد قوله. عبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القيود على بلاده التي وصفها بغير القانونية، موضحا أن إيران من حقها أن تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم إسرائيل. هذا وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماعاتهم في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنتها بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل.
أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية. قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن إيران على بعد أسابيع وليس أشهر من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية. أوضح غروسي أنه لا يمكن الاستنتاج بأن إيران تمتلك حاليا سلاحا نوويا، على الرغم من أن بلوغ تخصيب اليورانيوم إلى المستوى العسكري أمر مثير للقلق، مشيرا إلى عدم حل مسألة بعض النتائج التي توصلت إليها الوكالة بما في ذلك جزيئات اليورانيوم في مواقع إيرانية، معتبرا أن القضية أثارت الشكوك حول شفافية إيران. ووصل غروسي القول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم دائما المحادثات بين إيران وأمريكا. من لندن معنا أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. في خضم كل ما يحدث في المنطقة، هذه التصريحات حول وصول إيران أو اقترابها أصبحت على بعد أسابيع فقط من صنع قنبلة نووية وليس أشهر، هل هذا ما كانت تركز عليه إذن إيران في المرحلة الماضية؟ بداية أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. طبعا يعني الجمهورية الإيرانية منذ عام 2002 وهي منصبة على صناعة وتطوير السلاح النووي، هي تنفي ذلك وتقول أن هناك فتوى من الإمام الخميني تحرم ذلك، لكن كل الأدلة تشير إلى أنها منكبة وعازمة على صناعة هذا السلاح. وبالطبع يعني بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي الذي تم عقده في عام 2015 سرعت إيران كثيرا عملية التصنيع، حتى أن وصلت يعني نسبة الصفاء لليورانيوم لنسبة 60 و70%. وهذا التصريح لمدير وكالة الطاقة ليس بالجديد، كل التقارير تشير إلى أن إيران حازت على التكنولوجيا النووية وزادت كثيرا من عمليات التخصيب اليورانيوم، سواء على مستوى الآلات والمعدات المستخدمة وعلى كميات التخصيب التي وصلت إلى الآلاف من الأطنان اللي بعدما كانت لا تتجاوز 2000. كل ذلك يعني أصبح واضحا، لكن المشكلة هي كيف يمكن وقف إيران. يبدو أن هناك خلافات دولية كبرى بين الصين وبين أمريكا وبين روسيا، وهذه الخلافات التي نراها قد ساهمت كثيرا في تخفيف الضغوط القوية على إيران والتي كانت مشاهدة قبل عام 2015. أما اليوم فيبدو أن يعني التخاصم الدولي بين الصين وأمريكا وروسيا أعطى لإيران فسحة لأن تطور البرنامج، ولذلك هي كما يقول يعني مدير الوكالة على قاب قوسين أو أدنى من صناعة هذا السلاح، وهنا الخطورة لأن معناه انتشاره في المنطقة وهذا شيء خطير جدا. الدكتور عجاج، هل فات فعلا أوان إيقاف إيران عن الاقتراب من صنع قنبلة نووية بهذه التصريحات الواضحة كما قلت من قبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من أنها ليست جديدة ولكنها وصلت إلى مراحل غاية في الحساسية، أن تصبح إيران على بعد أسابيع فقط من صنع قنبلة نووية، أين كان العالم قبل ذلك إذن؟ طبعا يعني إيران حسب كل التقارير ومن الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات تشير إلى أنها قد حازت على هذه القنبلة، لكن المشكلة هي في تركيبها على صواريخ عابرة ولكي تستخدم في معارك حربية. هنا المشكلة، حيث أن إيران لم تحصل على التكنولوجيا اللازمة لتحميل هذه الرؤوس على صواريخ، ومن هنا الخطورة التي تحدثت عنها، أن إيران أصبحت تعتبر نفسها دولة نووية وإن لم تعلن كما هي إسرائيل. إسرائيل دولة نووية ولا تعلن عن ذلك، وبالتالي تشعر أنها بأمان الآن، لأن من يريد أن يقوض نظامها يمكن أن تستخدم هذا السلاح، وهذا سيدفع الآخرين في المنطقة ومنهم تركيا ومنهم مصر ومنهم المملكة إلى حماية أنفسهم أيضا، لأنهم من دون هذا السلاح سيكونوا معرضين للخطر، وهذا يؤدي إلى انتشار السلاح النووي وإلى انهيار منظومة الحد من انتشاره، وهو سلاح خطير جدا يدمر البشرية ويدمر الإنسان. لذلك لابد من موقف دولي
وتقوم به الصين وروسيا لإعادة منع انتشار الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وحتى على إسرائيل، يجب أن يطبق هذا المبدأ. نعم، ماذا عن المحادثات بين إيران وأمريكا والتي دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أنها يجب أن تظل وتستمر بل ويدعمها؟ هل يمكن أن يعني تعود بهذا السلاح النووي الذي طورته إيران بالفعل إلى الوراء؟ لا، لن تعود إلى الوراء على الإطلاق. هي استطاعت أن تحوز على التكنولوجيا النووية، وهنا المهم، بمعنى حتى لو أن إيران فككت يعني برنامجها وقررت أن يكون سلميا 100%، إلا أنها بغضون شهور يمكن أن تنتج السلاح، كما في اليابان الآن. اليابان الآن ليس دولة نووية، لكن بوسع الحكومة اليابانية أن تنتج هذا السلاح في غضون شهرين أو 3 أشهر أو ربما أقل بكثير، وكذلك ألمانيا. هي حازت على التكنولوجيا النووية، وهنا الخطورة الكبرى، لأنها معناها أنها بوسعها أن تصنعها، وخاصة بالنسبة لإيران، يعني دولة أيديولوجية لديها أيديولوجية توسع، وبالتالي حيازات هذا السلاح هو ضرورة لأمنها ولديمومتها في المنطقة. لذلك المحادثات الأمريكية مع إيران لن تسفر على شيء، ونحن نعرف أن تعاقب رؤساء أمريكيون كثر على حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يرددون أنهم لن يسمحوا أبدا لإيران بحيازة هذا السلاح، ومنهم الرئيس بوش الابن الذي كان يقول أنه لن يحدث أبدا في عهده، وقد حدث، وكذلك أوباما. لذلك أعتقد أن القطار قد فات، وإيران ستعلن أو لا تعلن أنها دولة نووية. ما الخطوة القادمة إذن من وجهة نظرك التي يجب على المجتمع الدولي القيام بها؟ يعني لابد لكي منع انتشار السلاح النووي أن يكون هناك يعني جهد روسي حقيقي وصيني وأمريكي وأوروبي، وهذا الجهد نحن رأيناه قبل عام 2015، وقد استطاع المجتمع الدولي أن يتوصل إلى ضغوط على إيران وحملها على القبول باتفاق نووي. وبغياب هذا يعني هذا الموقف الدولي الذي تحدثت عنه، إيران ستصبح دولة نووية. شكرا جزيلا أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج، كنت معنا من لندن. شكرا لك. اتفق قادة كل من تونس، الجزائر، ليبيا في ختام الاجتماع التشاوري المنعقد الاثنين بالعاصمة التونسية على تعميق التشاور وتبادل المعلومات حول الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة لحماية المنطقة. جاء في البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسية نبيل عمار أن القادة الثلاث اتفقوا على تكوين فرق مشتركة لتنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى وضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية المناطق الحدودية، مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية. أيضا اتفقت كل من تونس والجزائر وليبيا على تكوين فرق عمل مشتركة لصياغة آليات إقامة مشاريع استثمارية تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث. تمسكت الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف بدعم التعاون والتضامن والعدل والإنصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع أمام القانون الدولي. اتفق القادة الثلاث على تكوين فرق عمل مشتركة يهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق، مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الإفريقية جنوب الصحراء. من تونس المحلل السياسي باسل ترجمان، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذا نحن عرضنا الآن مخرجات هذه القمة المغاربية المصغرة،
كانت أثارت جدلا بعدم وجود المغرب في هذه القمة، وبالتالي كيف تنظرون إلى انعقاد هذه القمة التي وقعت بالأمس وانعقادها في المستقبل بشكل دوري كما قيل؟ أهلا وسهلا. في البداية هي ليست قمة مغاربية، هي قمة تشاورية بين ثلاث دول مغاربية تجمع بينها حدود مشتركة وتجمع بينها الكثير من القضايا. علينا أن نعلم أن هنالك حالة من الإحباط الشعبي الكبير من مخرجات مما جرى حول ما يسمى الاتحاد المغاربي الذي تأسس عام 1989 ولم يحقق أي شيء لأبناء المنطقة المغاربية للأسف الشديد. وبالتالي أعتذر لك، أنا مضطرة أن أقاطعك أستاذ باسل لأننا سننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره الأيرلندي. على خطوط 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، لا نرى بديل لحل هذا الوضع والصراع إلا من خلال حل الدولتين، ونعمل على تنفيذ هذا الحل وليس مجرد التعبير اللفظي عن تأييده. لدينا رصيد طويل من المفاوضات التي تمت، معرفة لدى المجتمع الدولي بأطر التوصل إلى حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار والأمن للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، ولكن حتى الآن لا تتوفر الإرادة السياسية الكافية من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين الإسرائيليين برفض احتضان هذا الحل. من هنا من الأهمية تكثيف الجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بأن هذا هو الحل الوحيد الذي يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة ويخرج الشعبين من دائرة الصراع الممتد. الأفاق واسعة للتعاون الإقليمي لدعم المتبادل لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش في سلام، ولكن لابد من اتخاذ المواقف الشجاعة دعما للسلام، دعما للمبادئ التي تحدثت عنها، حتى نضمن للأجيال القادمة الرخاء والعيش في سلام. برحب مرة تانية بمعالي الوزير وأتمنى له إقامة طيبة في مصر وجولة مفيدة، يتوجه إلى العريش وإلى معبر رفح للتعرف على ما تقوم به مصر من جهد مدني منذ اندلاع الحرب لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر، لم يتوقف إلا يوم أو يومين تعرض فيهم للقصف العسكري. فيما عدا ذلك نستمر في جهودنا من خلال منظمات الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل لتوفير أكبر قدر من المساعدات للقطاع للوفاء باحتياجاته. بالتأكيد أننا لم نصل بعد إلى الكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني. أشير إلى التقرير الذي صدر فيما يتعلق بالأونروا، تقرير وزير الخارجية فرنسا السابق الذي دحض الادعاءات بتورط المنظمة أو موظفيها في أعمال إرهابية. الحقيقة كان شيء مؤسف أن تتخذ دول لمواقف تستبق أي نوع من التوثق والتحقق من الادعاءات وأن تؤثر على قدرة هذه المنظمة التي تتطلع بمسؤولية رئيسية في دعم الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاته ليس فقط في غزة ولكن في الأردن، في سوريا، في لبنان، وتوفر احتياجات إنسانية، توفر تعليم، توفر رعاية صحية. وبدون عمل الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي لديها القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة،
وأتى حجب الدعم لها بأثار سلبية على اطلاعها بمسؤوليتها في هذا الصدد. فنحن نرى في هذا التقرير تطور، وندعو الدول التي علقت مساهمتها أن تعيد النظر في هذا القرار، بل وأن توفر مزيد من الدعم للمنظمة لمواجهة الحالة الإنسانية الكارثية الغير مسبوقة. لا يمكن أن يتحمل الضمير العالمي استمرار هذا القدر من القتل الذي وصل إلى 34 ألف قتيل مدني، 20 ألف منهم من النساء والأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه. فضرورة توقف هذه الحرب، ضرورة العمل على توصل إلى حل الدولتين، لإنهاء بشكل كامل الدول العربية سواء من خلال مبادرة السلام العربية في 2002 أو الجهد الذي تبذله حاليا لوضع إطار يؤدي إلى إنهاء الحرب ويؤدي إلى إنهاء الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، أمر يجب أن يتم دعمه من خلال شركائنا الأوروبيين، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بصفة عامة، لأنه استمرار هذه الحرب وما قد ينتج عنها من أثار نحن نترقب وندعو لعدم اتخاذ إسرائيل لأي إجراءات عسكرية في رفح. هذه أيضا دعوة من غالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي لإدراك الجميع بأنه الأعمال العسكرية في منطقة تقتز بالسكان المدنيين حوالي 1.5 مليون سوف يترتب عنها مزيد من الضحايا من المدنيين، مزيد من المعاناة، مزيد من التشريد، مزيد من المحاولات لتصفية القضية من خلال التهجير. وكل ذلك لابد أن نتعدى مجرد المطالبة اللفظية بذلك، وإنما يكون واضح بأن هناك قدرة على اتخاذ خطوات ملموسة في حالة الإقدام على هذه الخطوة، بما يعد رادع لعدم اتخاذ إسرائيل لخطوة يطالب العالم بألا تتخذها. مرة أخرى برحب معالي الوزير وأعطيه الكلمة. شكرا جزيلا سعادة الوزير، شكرا على الترحيب الحار صبيحة هذا اليوم وعلى كرم الضيافة وروح الوفادة. نحن نثمن أنه في حالة الشكوكية التي تعتري الموقف العالمية، نحن في موقف لأن نعرب عن مناقشاتنا المثمرة صباح هذا اليوم. وكذلك أشكركم على كل أنواع المساعدات التي منحتموها لأيرلند فيما يتعلق بتسهيل التسهيل الخروج لمواطنين للخروج من غزة. وزارتكم والسادة الكادر المسؤول في وزارة الخارجية بالفعل دعمنا كثيرا في إخراج رعايا أيرلندا من غزة. أظن أن لا زال هناك أكثر من 40 مواطن وهم قلقون، ونحن نرغب في أن نساعدهم في أن يخرجوا من غزة. إذن نحن نثمن هذا الجهد الدؤوب الذي بذلتموه لصالح أيرلندا، لأن هذا ساعدنا كثيرا. النقطة الثانية وبشأن الجبهة الإنسانية، فإن هناك تخوف كبير فيما يتعلق بالموقف في غزة، فنزور معبر رفح اليوم وحتى نتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، حتى نتعرف على التحديات والعراقيل والقيود في قطاع غزة، وكذلك عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى معبر غزة والقيود والعراقيل الموجودة.
من العديد من وكالات المساعدات الإنسانية والتي شهدوها وأعربوا عن أن هناك كارثة إنسانية في القطاع. هناك نسبة 100% من الشعب الفلسطيني في غزة يلاقون شبح المجاعة وشبح تضور الجوع وشبح المجاعة. في هذا السياق فإننا نرحب بتقرير كاثرين كولونا فيما يتعلق بتحليل وتقييم موقف الأونروا. وبالفعل الدعم لأونروا لم يتوقف، بل على العكس من ذلك سنواصل تقديم المزيد والمزيد من الدعم تجاه شعب غزة عن طريق الأونروا، حتى نعرب عن إشارة قوية أمام المجتمع الأوروبي كله أنه هذا ليس الوقت لوقف أو لخفض الدعم الموجه لأونروا. أي شخص يقول أن أونروا منظمة لا غنى عنها وهي منظمة أساسية ليس فقط من منظور تقديم المساعدة الإنسانية ولكن حتى من منظور إعادة الإعمار فيما بعد الصراع. أونروا تقدم الآلاف والآلاف من المدارس ومن المدرسين وكذلك من الطاقم الطبي والمراكز الطبية، وأنا شخصيا أنا مدرس سابق، وكان هناك نحو 500,000 شخص في غزة لا يوجد لديه ولم يدخل أي مؤسسة تعليمية، وهذا من وجهة نظري هذه مشكلة وهذا تحدي كبير. إذن نحن نتمنى أن يكون التقرير يواصل الدعم ويوصي بمزيد من الدعم للأونروا وأن نعيد البدء ونعيد الالتزام أمام أنفسنا بتقديم الدعم المالي لمنظمة الأونروا في مثل هذه الأوقات العصيبة. ناقشت مع معالي الوزير موضوع وقف إطلاق النار، ونحن بالفعل نثمن المجهودات المصرية التي تقوم بها لوقف إطلاق النار في غزة. بالفعل هذا أمر لا بد منه، كذلك من الضروري أن نتحدث عن تحرير وإطلاق الرهائن. ومرة أخرى نحن بالفعل ندين احتجاز الرهائن، وكما قلنا أن تدفق المساعدات الإنسانية يجب ألا تتم إعاقته ويجب أن يزيد وأن تتضاعف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كذلك ناقشنا موقف دولة الاعتراف بدولة فلسطين، وهذه بالفعل خطوة في غاية الأهمية، وكذلك لدعم فلسطين في تحقيق تطلعاتها وحق تقرير المصير لها على أساس حل الدولتين. وهذا العمل بالفعل يجري على قدم وساق مع عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بها، وكذلك خطة السلام التي ذكرها معالي الوزير هي خطوة في غاية الأهمية لاتخاذ أي قرار محتمل في هذا الصدد. إذن نحن نتطلع إلى الإشراك معكم ومع زملائكم بشأن هذه المبادئ وتعزيز لخطة السلام. هذه بالفعل نقطة في غاية الأهمية لأنها تمثل أفكارا صلبة يمكن تنفيذها على الأرض وحل مستدام يعتمد على حل الدولتين، وهذا هو المخرج الوحيد لأن يعيش الشعبان بسلام على أساس حل الدولتين. نحن نتفهم أن بعد التدخل العسكري مرفوض ويجب أن يكون هناك الحل السياسي واتباع المسار الإنساني، وهذا بالفعل لن يحدث بين عشية أو ضحاها، ولكن من الضروري أننا نعمل في هذا المسار. كذلك فإننا نتطلع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرت اجتماعات بشأن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين لحصولها على العضوية، وبالفعل نحن نؤكد وندعم ونصوت لصالح حصول فلسطين على العضوية. مرة أخرى أشكرك معالي الوزير وشكرا على العمل الدؤوب الذي بذلتموه تحقيقا للسلام. Two questions to Mr. Mohammed Mustafa, تفضل. Mr. Mohammed Mustafa from
مساء الخير يا فندم. Good evening. سؤال للسيد الوزير سامح شكري. الأسبوع الماضي شاهد مجلس الأمن انتكاسة جديدة يا فندم فيما يخص تعامله مع الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء فشله طبعا في اعتماد قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة نتيجة للفيتو الأمريكي. ونحن نعلم في الوقت نفسه أن أيرلندا لديها موقف متقدم يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل يمكن إطلاعنا يا فندم على خطة التحرك المستقبلية في موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ضوء عجز مجلس الأمن الأخير؟ وهل يمكن أن نرى اعترافا مستقلا من جانب دول أوروبية بفلسطين طبعا؟ وإذا كانت الدول العربية ومصر تحديدا لديها مقترحات في هذا الشأن؟ شكرا يا فندم. الأمر في الأمم المتحدة طبعا يتم من خلال البعثة المراقبة لفلسطين في الأمم المتحدة والقرار الذي تتخذه المدعوم من المجموعة العربية بعد فشل مجلس الأمن في الاعتراف بفلسطين كعضو كامل. وهذا المسعى هو بالغرض منه هو تأكيد جدوى حل الدولتين، وكان يجب أن يتم لإقرار مرة أخرى توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين، وجود دولة فلسطينية قائمة. هناك اعتراف من حوالي 130 أو 135 دولة بالدولة الفلسطينية، ولكن أن يتخذ مجلس الأمن قرار في هذا الشأن بالعضوية الكاملة له مغزاة وله تأثيره. أتصور أن الخطوة القادمة سوف تتم من خلال الجمعية العامة، ومن المنتظر أن تأتي بتصويت واسع نطاق دعما لاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى أيضا اتخاذ دول لم تعترف بعد خاصة دول أوروبية في ضوء المشاورات والاتصالات التي نجريها معها. هناك عدد من الدول، ربما الوزير أشار إلى أن هناك تقدير للتوقيت الملائم لعدد من الدول لاتخاذ قرار في هذا الشأن، وهذا القرار معبر مرة أخرى عن التوافق الدولي حول ضرورة إنهاء الأزمة من خلال حل الدولتين. الجزء الثاني من السؤال كان مرتبط ب إذن مشاهدينا، نقلنا لكم هذا المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية مصر وأيرلندا. تحدث وزير الخارجية المصري ودعا إسرائيل لتجنب عملية عسكرية في رفح. تحدث أيضا عن أنه من الضروري وقف الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين. وزير الخارجية الأيرلندي قال هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة، سكانه يعانون من مجاعة، ورحب بتقرير الأمم المتحدة حول الأونروا، وقال الأونروا منظمة أساسية لا ينبغي وقف تمويلها في هذا التوقيت. ربما هذا من أبرز التصريحات التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية مصر وأيرلندا. ونتابع معكم مشاهدينا في استوديو الحدث. مع دخول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة يومها 200، قصفت مدفعية ودبابات الجيش الإسرائيلي أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار ناجمة عن اشتباكات بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مخيم النصيرات وشرق مدينة رفح والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، في حين استهدفت غارات الطيران الإسرائيلي منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات ومنطقة جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. قال التلفزيون الفلسطيني إن عدد الجثث التي عثر عليها في مقبرة جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة ارتفع إلى 310 جثث بعد انتشال 25 جثة جديدة. هذا وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن ذعره من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في القطاع والتقارير عن المقابر الجماعية.
دعا إلى فتح تحقيق. حذرت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من توغل عسكري إسرائيلي واسع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أضافت المفوضية أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيتسبب بحصار أكثر من 1,200,000 فلسطيني قسراً. من رام الله معنا الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك معنا على شاشات الحدث. قبل أن نتحدث عن مرور 200 يوم على هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نتحدث معك عن هذا العدد الهائل من الجثث التي والمقابر الجماعية التي تم الكشف عنها، تعليقك. يعني هذا ما تم اكتشافه حتى الآن في مقابر جماعية يقوم الاحتلال بإعدامات ميدانية ودفن هذه الجثامين حتى لا أحد يعرف حقيقة الأمر، وهي يتم اكتشافها بمعض الصدفة وبالتفتيش ما بين الأنقاض. ولذلك عندما نتحدث عن عدد ما يقارب 120,000 بين شهيد وجريح ومفقود وتحت الركام، نتحدث عن حقائق لها علاقة بتنفيذ سياسة قتل وتصفية لأبناء شعبنا الفلسطيني وتدمير يطال كل شيء. هذه المقابر الجماعية التي تم اكتشافها، العديد من الجثامين مقيد أيديهم ومعصوب أعينهم، ويتم إطلاق الرصاص عليهم والتنكيل حتى بجثامينهم، ويتم دفنهم سرا حتى لا أحد يعرف حقيقة الأمر. أمام هذا الاكتشاف ما هو العمل؟ أنا بعتقد أمام ما تقوم بحكومة الاحتلال بالإمعان باستمرار هذه الحرب، حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ كل هذه السياسات والعدوان والجرائم المتصاعدة، ما هو الموقف إذا مجلس الأمن الدولي لا يتم الالتزام بقراراته؟ محكمة العدل الدولية يتم ضرب عرض الحائط بكل قراراتها، المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن تكيد بمكيالين وتستخدم المعايير المزدوجة ولا تفتح تحقيقات جادة لمسؤولي الاحتلال. لا نسمع سوى بيانات الشجب والاستنكار والرفض لما يقوم به الاحتلال، ولكن لا يوجد هناك آليات ملزمة قطع الطريق على موصلة الاحتلال لهذه الجرائم. هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية وفي تقرير حول حقوق الإنسان تقول بأن هذه الاستهدافات مشروعة، لأن حماس هدفا مشروعا لأنها تتواجد في المباني والمساجد والمستشفيات. ماذا تقولون؟ هذا الأمر يؤكد من يدعم مجال الشك على أن هذه الحرب، حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 200 يوم، هي في إطار الشراكة الكاملة ما بين الدعم والإسناد الأمريكي والشراكة الأمريكية مع الاحتلال في الإمعان باستمرار هذه الحرب العدوانية والإجرامية. لذلك من يعطل قرارات مجلس الأمن هو الولايات المتحدة الأمريكية، من يغطي على جرائم الاحتلال هي الإدارة الأمريكية، من يعطي ضوء أخضر ويحمي الاحتلال من غبة مسألته على الجرائم هي الإدارة الأمريكية. لا يوجد هناك أي ذرائع ولا مسببات ولا إمكانية للحديث عن ما يمكن أن يشكل أي قفزة عن الواقع الذي يعيش به شعبنا الفلسطيني. السياسات القتل والتصفية التي تمعن الاحتلال باستمرارها هي جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذه أيضا مسؤولية المجتمع الدولي. صحيح أن شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 200 يوم صامد على الأرض يقاوم ويكافح بكل ما يملك من قوة لرفض كل استراتيجيات الاحتلال هادفة للتهجير ولكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، ولكن هذا الصمود وهذه المقاومة الباسلة هي التي تفشل مخططات الاحتلال. ولكن بات المطلوب أكثر من أي وقت مضى مسؤولية المؤسسات الدولية والقانونية والمجتمع الدولي ما في مجلس الأمن عن ما وماذا عن المسؤولية التي تقع على عاتقكم أنتم دكتور واصل أبو يوسف؟ إذا سمحت لي نتحدث بواقعية أكثر، بعد أكثر من 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تحقق إسرائيل الأهداف التي كانت تسعى لها، ولكن ماذا حققتم أنتم؟ يعني أنا بعتقد اليوم على الرغم من فداحة ما يقدمه شعبنا الفلسطيني من تضحيات جسام على صعيد العدد الكبير من الشهداء والجرحى والتدمير والأسرى وكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولكن شعبنا الفلسطيني الذي أفشل خطط التهجير، لأن أحد استراتيجيات الاحتلال تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس إلى الأردن. الضفة والقدس، محافظات الضفة والقدس، قدمت 500 شهيد منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، والعديد منهم على أيدي قطعان وعصابات المستوطنين الذين يحرقوا البيوت ويتعرضوا لأبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في البلدات القريبة على المستوطنات الاستعمارية مثل بلدة المغير وبتين التي شهد العالم أجمع، وحوارة وطمنصعية وغيرها، حيث شهد العالم أجمع ما يقوم به هؤلاء قطعان وعصابات المستوطنين من إحراق البيوت. ولكن مرة جديدة دكتور واصل أنا أسألك عما حققتم أنتم. أنت تتحدث عن تضحيات الشعب الفلسطيني الذي ليس لديه بديل سوى هذه التضحيات. في الحقيقة هو ترك لوحده
هذه يواجه مصيره في كل يوم وفي كل لحظة. ماذا عنكم أنتم يعني بالنسبة للمصالحة، بالنسبة لمواقفكم في المحافل الدولية، بالنسبة لتوحيد صفوفكم، ماذا حققتم؟ يعني بالتأكيد أولا لابد من التأكيد أولا على أن شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال. التناقض الرئيسي هو مع الاحتلال في كل مواقع الاشتباك مع هذا الاحتلال المجرم، سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو في القدس. اليوم لا يوجد هناك فرق بين هذا الفصيل أو ذاك، أو بين هذا المواطن الفلسطيني أو ذاك. لذلك الوحدة الفلسطينية على الأرض والتي تطلب كما أشرتي، يعني بالتأكيد هناك أهمية تكمن في عملية الوصول لوحدة وطنية فلسطينية كاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. الأمر الثاني، بالتأكيد لم نألو جهدا في سبيل الوصول إلى كل المؤسسات الدولية، سواء إلى مجلس الأمن الدولي الذي كان هناك 5 فيتو أمريكي خلال ال 200 يوم الماضيات منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم، بما فيه الذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة والتي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الفيتو الأمريكي، أو على صعيد المؤسسات الأخرى فيها الجمعية العامة أو المحكمة العدل الدولية أو غيرها. وبالتالي نحن نمضي قدما باتجاه تجريم هذا الاحتلال، وبالتأكيد الوصول إلى ما يمكن أن نشكل عقوبات جماعية ضد هذا الاحتلال قطع الطريق على وسط هذه الجرائم. ربما الأهم من كل ذلك هي إفشال مخططات الاحتلال في عملية التهجير، وهذا الأمر الذي نحرص عليه أولا تأكيد حقوق شعبنا الفلسطيني بحق العودة وحق تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لأنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام دون ذلك. والأمر الثاني هو تضافر كل جهودنا بالتصدي لما يقوم به الاحتلال ومقاومة شعبنا الفلسطيني سواء القطعان وعصابات المستوطنين. كيف يمكن أن تتحقق هذه تتضافر؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ المصالحة لم تتحقق. أنت تقول بأنه على الأرض لا فرق بين هذا الفصيل أو ذاك. صحيح الفلسطينيون في غزة يقتلون، لا تفرق الغارات الإسرائيلية بين هو من ينتمي إلى هذا الفصيل أو ذاك، ولكن على المستوى السياسي ما الذي قمتم به أنتم على طريق المصالحة، على طريق توحيد الصفوف؟ يعني على طريق المصالحة كما قلت لك، الشعب الفلسطيني على الأرض موحد، ولكن الأمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل توحيد صفوف شعبنا الفلسطيني جميعا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كان يعني آخر الحوارات التي جرت في موسكو والذي كان يبنى عليه من أجل متابعة ذلك، وهذا الأمر الذي يعني بالتأكيد سيكون هناك اهتمام به. الأمر الثاني أنه عندما نتحدث عن مواقف للقيادة الفلسطينية ولمنظمات التحرير الفلسطينية، نتحدث عن ثوابت وقرارات إجماع وطن للشعب الفلسطيني، نتحدث عن القدس عاصمة، نتحدث عن الدولة الفلسطينية، نتحدث عن حق العودة للاجئين التي لم أساس بها، نتحدث عن صمود الشعب الفلسطيني واستمرار في المقاومة والكفاح ضد الاحتلال، نتحدث عن كل المحافل الدولية التي نذهب إليها من أجل تجريم الاحتلال ووقف هذه الحرب العدوانية والإجرامية، نتحدث عن أمتنا العربية والإسلامية. لكن هل تتحدثون عن اليوم التالي للحرب بينكم وبين حماس؟ هل تتفقون على نفس الرؤية؟ أنا أعتقد أنه نعم نحن متفقون على أن اليوم التالي لن يكون سوى يوما فلسطينيا، لن يكون لا يوما أمريكيا ولا غير ذلك. السلطة الوطنية الفلسطينية التي تحكم بالضفة الفلسطينية هي مجالاتها في الضفة وقطاع غزة والقدس كما هو منصوص عليه، وبالتالي أنا أعتقد أنه الجميع متفق على أن اليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا بإجماع وطني فلسطيني وبحكم وطني فلسطيني لن يكون لنا ولا غير ذلك. شكرا جزيلا دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا من رام الله. من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك معنا. إذن ما آخر المستجدات والمتعلقة باكتشاف المزيد من الجثث، المزيد من المقابر الجماعية؟ نعم ضحى، على مدار 3 أيام تواصل طواقم الدفاع المدني في مدينة خان يونس وبالتحديد في مجمع ناصر الطبي في الساحة الغربية للمجمع انتشال المزيد من الضحايا والجثث من تحت هذه المقبرة التي تم اكتشافها من قبل قوات أو طواقم الدفاع المدني. حتى هذه اللحظة تم انتشال 310 من الجثث منذ 3 أيام، والطواقم متواصلة في عملية البحث والانتشال. الدفاع المدني يقول بأنه سوف ينتشل حسب التقديرات أكثر من 700 جثة مدفونة في هذه المقبرة. الجيش الإسرائيلي أعدم كل هؤلاء الأشخاص أثناء العملية العسكرية.
العسكرية على مجمع ناصر الطبي قبل أشهر، وبالتالي عملية البحث والانتشال سوف تبقى متواصلة لأيام طويلة، خاصة وأن الدفاع المدني لا يمتلك ضحى المعدات والثقيلة والأدوات اللازمة لعملية الانتشال بشكل سريع، وبالتالي هناك سوف تتكشف الكثير من الحقائق والأرقام في ظل هذه عمليات البحث المتواصلة داخل مجمع ناصر الطبي. هناك أكثر من 2000 مفقود في عموم مدينة خان يونس حسب تصريحات الدفاع المدني في تحت الأنقاض وركام المنازل. والمشكلة الكبيرة أيضا أحمد أنه حتى من يتم انتشالهم بعد مرور كل هذا الوقت جثثهم متحللة، وبالتالي كيف يتم التعرف عليهم؟ يعني كما ذكرت هناك مئات الجثث متحللة، وأيضا هناك مقطوعة الرأس والأيدي. الجيش الإسرائيلي كان ينكل في الضحايا والجثث. هناك الكثير من العائلات تحاول التعرف على أبنائها وأفراد أسرتها من خلال الملابس التي يرتدوها، ولكن هذه عمليا غير مجدية الطريقة حسب الدفاع المدني الذي يعمل منذ أيام في مع العائلات التي تتواجد داخل مجمع عناصر الطبي في التعرف من خلال الإشارات أو بعض العلامات، ولكن هناك القليل من العائلات التي استطاعت التعرف على أبنائها، ولكن هناك المئات من العائلات تم دفن أبنائها دون التعرف عليها وبقوا مجهولي الهوية، وبالتالي هذا سوف يزيد تعقيدات الأمور كثيرا لدى هذه العائلات التي لا تستطيع حتى هذه اللحظة من التعرف على أبنائها أو إيجادهم داخل هذه المقبرة الجماعية. أيضا في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس هناك كما ذكرت 2000 مفقود تحت ركام المنازل، والدفاع المدني يتلقى العديد كل يوم بلاغات ونداءات من الأهالي في مدينة خان يونس حتى يتم انتشال أبنائهم أو فراد عائلاتهم، ولكن كما ذكرت الدفاع المدني محدود الإمكانيات، محدود أعداد الطواقم التي تعمل في الميدان، وبالتالي هذا الأمر سوف يستغرق حسب الدفاع المدني أشهر من أجل انتشالهم، وبالتالي سوف يكون هناك تحلل لمئات الجثث تحت أنقاض هذه المنازل ضحى في مدينة خان يونس. يعني في دقيقة إذا سمحت أحمد لو تجمل لنا أبرز التطورات الميدانية، أين يتركز القصف اليوم؟ ضحى، القصف يتركز في 3 محاور أو محورين. الأول في وسط القطاع في شمال مخيم النصيرات وغرب هذا المخيم، هناك قصف من المدفعية الإسرائيلية. أيضا هناك اشتباكات متواصلة ومستمرة في منطقة المغراقة ومدينة الزهرة بشكل كبير. أيضا المحور الآخر في شمالي القطاع، عادت عمليات القصف بشكل مكثف على جباليا وبيت لاهيا وبلدة بيت حنون. أيضا الاشتباكات عادت من جديد بعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية، لازالت الاشتباكات في مناطق شمالية القطاع مستمرة، خاصة في منطقة جبل الريس في شرق جباليا، وهذا يدلل على أن هناك عناصر فاعلة ونشطة في شمالية القطاع من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. والجيش الإسرائيلي يقول بأنه أنهى وقام بتسوية كل القدرات العسكرية وإنهائها في المناطق الشمالية، ولكن اليوم الأمر يثبت عكس ذلك، لأنه تم أيضا إطلاق 4 صواريخ من شمالية القطاع باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية. شكرا جزيلا، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب. خلصت مراجعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية. جاء في هذه المراجعة أن الأونروا لديها أطرا قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلة قائمة كانت الأمم المتحدة قد عينت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لقيادة مراجعة الحياد الخاصة بالأونروا في فبراير، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر. إنها as an indispensable and irreplaceable role.
الأونروا هي منظمة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة. مهمتنا لم تكن التحقيق في المزاعم التي وجهت لموظفي وكالة الأونروا. هذه مهمة الهيئة المختصة بالأمم المتحدة. مهمتي كانت النظر في الآليات الموجودة بالأونروا وضمان مبدأ حيادية العمل الإنساني في ظل ظروف في غاية الصعوبة. هناك مجال للتحسينات ووجدنا مجالات يمكن أن تحسن من أداء الأونروا من أجل ضمان تنفيذ مهامها خلال الظروف الصعبة بطريقة أفضل. لدينا 50 توصية بشأن 8 مجالات كلها مهمة ويمكن معالجتها بسرعة. من القاهرة تنضم إلينا إيناس حمدان مديرة الإعلام في وكالة الأونروا في غزة. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن هذا تقرير اللجنة المستقلة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش قال بما معناه الأونروا بريئة من الاتهامات الإسرائيلية. تعليقكم على مخرجات هذا التقرير وهذا التحقيق؟ أهلا بك. طبعا هذا التقرير أتى بنتائج هامة للغاية وننظر له بإيجابية حيث أنه أثبت وبما لا يدعو للشك مجال للشك أن الأونروا لديها آليات واضحة ولديها التزام راسخ وعالي بمبادئ الحيادية وأنه إذا ما لوحظ مثلا أي نوع من يعني الاختراقات لهذا المبدأ يتم التعامل معها بشكل عالي من الجدية وهذا ما أكد عليه التقرير. بالتالي الأونروا وهي أكبر منظمة أو مؤسسة أممية تعمل في قطاع غزة وفي باقي مناطق العمليات ملتزمة بشكل كبير بهذا المبدأ الأساسي لدى الأمم المتحدة. هذا مؤشر إيجابي بالنسبة لنا. كم أثرت عليكم فترة توقف التمويل من كثير من الدول التي كانت تمول الأونروا ومتى تتوقعون أن تعود هذه الدول عن قرارها بإيقاف التمويل للأونروا؟ يعني بالفعل هناك دول لا تزال تعلق التمويل المقدم للأونروا وكان هذا على خلفية بعض الاتهامات التي وجهت مسبقا. هناك طبعا دول استمرت في التمويل بل وضاعفت المساهمات المالية المقدمة للأونروا وهناك دول تراجعت عن قرار التجميد حتى قبل صدور هذا التقرير مثل كندا وأستراليا وفنلندا وغيرها إلى جانب عدد من الدول العربية التي ضاعفت المساهمات المالية. يعني يأتي هذا التقرير بنوع من التأكيد على أهمية الدور المفصلي الذي تقوم به الأونروا كما ذكرنا مسبقا. يعني الأونروا عامل استقرار في المنطقة خصوصا مع ما يحدث في غزة. هناك 6 ملايين لاجئ في غزة وفي باقي مناطق العمليات يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الأونروا. الأونروا هي مثابة طوق نجاة لهؤلاء اللاجئين. بالتالي نأمل أن تكون هذه النتائج التي قدمت والتوصيات من خلال التقرير يوم أمس سببا في مراجعة بعض هذه الدول فيما يتعلق بقرار تجميد التمويل. ما لدينا من أموال يكفي حتى نهاية يونيو الحالي. بالتالي هناك حاجة ماسة لاستمرار التمويل المقدم للأونروا. إلى أي مدى تأثر عملكم في الفترة الماضية بتوقف هذا التمويل وأيضا بالتحقيقات التي كانت مستمرة؟ يعني الأونروا تعمل في بيئة أصلا صعبة وهناك تحديات كبيرة وضغوطات تواجهها الأونروا سواء في غزة أو في باقي مناطق العمليات. مثلا عندما نتحدث عن الكميات التي تدخل إلى قطاع غزة مثلا حتى هذه اللحظة لا نشهد تحسن ملحوظ كبير على المساعدات الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة. بالتالي هذا يعيق إدارة الاستجابة الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية. كل الخدمات المفصلية الهامة والتي هي عمود فقري في هذه المنطقة هي بالفعل مهددة إذا ما لم يتم بالفعل استئناف هذا التمويل وتعزيز الدور الذي تقوم به الأونروا. إسرائيل حتى بعد صدور نتائج التحقيق وهذا التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة مستمرة في الدعوة لحل الأونروا، كيف تعلقون؟
الأونر وهي أكبر مؤسسة أمم المتحدة لا تزال تقدم خدمات منقذة للحياة في قطاع غزة وفي باقي مناطق العمليات. لا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عن الأونر، ونحن نقدم خدمات أساسية. نحن المؤسسة الأكبر في قطاع غزة وفي باقي مناطق العمليات من حيث عدد الموظفين، مثلا لدينا 13,000 موظف في غزة فقط، 30,000 موظف في مناطق العمليات الأخرى. الأونر تدير نظام تعليمي كامل، تدير أكثر من 700 مدرسة في مناطق العمليات الخمس، تدير مثلا أكثر من 139 مركز صحي في مناطق العمليات، منها مثلا 24 عفوا مركز صحي في قطاع غزة، لا نستطيع تشغيل إلا 8 منها. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال استبدالها أو نسيان أو يعني النظر إلى أن هذا الدور هو دور غير مهم. اللاجئين يعتمدون بشكل كبير جدا خصوصا في قطاع غزة في ظل استمرار هذه الحرب على الخدمات المنقذة. صحيح، ولكن هل تتوقعون أن يبقى التأثير مستمر من يعني من الدول المانحة لكم بدعوات إسرائيل المتكررة برفضها لهذا التحقيق وأيضا برفضها تمويلكم، برفضها أن تمول هذه الدول؟ نتائج هذا التحقيق يعني هي بمثابة رسالة للشركاء والدول المانحة التي تدعم الأونروا بأنه حان الوقت لدعم الأونروا بشكل أفضل. يعني الفكرة الأساسية هو أن الأونروا مؤسسة تقدم خدمات إنسانية تساهم في التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين، وهذا دور أساسي ومفصلي في هذه الفترة. التقرير أيضا كان قد أشار إلى عدة بنود يجب عليكم أن تقومون بمراجعتها والتنسيق المتعلق بها، هل هي بالنسبة لكم كانت بنود عادية أم أنها مشحفة أم توافقون عليها؟ بشكل عام كان هناك بعض النقاط التي دعت إلى بعض التطوير في بعض المساحات، وهذا بالتأكيد شيء مقبول، وستضع الأمر وخطة بفترة زمنية محددة من أجل مراجعة هذه النقاط وتطويرها. يعني هذا شيء وافقت عليه الأمر، وهو يساهم في تطوير آليات تدعم مبدأ الحيادية. نعم، شكرا جزيلا لك إناس حمدان مديرة الإعلام في وكالة الأونروا في غزة. اعتقلت الشرطة الأمريكية عشرات المحتجين الرافضين لحرب إسرائيل على قطاع غزة في جامعتي ييل في كونتيكت ونيويورك في مانهاتن، جامعة كولومبيا في نيويورك، مع استمرار تردد صدى الحرب في غزة في حرم الجامعات الأمريكية. 5 أيام على التوالي ولا صوت يعلو على الساحة الأمريكية سوى أصوات طلبة الجامعات دعما لغزة ورفضا للحرب في قطاع غزة، حيث دعا طلبة جامعات وكليات أمريكية مرموقة في الولايات المتحدة إلى الوقوف ضد الحرب في غزة، في حين نصب طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك مخيما للتضامن مع غزة داخل حرم الجامعة، مطالبين بوقف برنامج تبادل يربطها مع جامعة تل أبيب. الحراك الطلابي الداعم لغزة قوبل بتحذيرات من تنامي التحركات المعادية للسامية، خاصة في الجامعات الكبرى التي تعتمد بشكل رئيسي على دعم مالي من منظمات ومولين أو متمولين على علاقة بإسرائيل، في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وفي الأيام الأخيرة حدثت مضايقات ودعوات للعنف ضد اليهود، معتبرا أن ما وصفه بمعاداة السامية الصارخة هذه مستهجنة وخطرة ولا مكان لها على الإطلاق في حرم الجامعات ولا في أي مكان آخر في الولايات المتحدة. هذا وأثارت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمة شفيق مصرية الأصل الجدل منذ أيام بعد أن طلبت تدخل الشرطة لتفريق جموع المحتجين المؤيدين للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، مما أدى إلى توقيف أكثر من 100 طالب.
Right now we find ourselves in a really really important time. في الوقت الحالي يمر حراكنا الطلابي ضد ما يحصل في غزة بلحظات حرجة، وتقع علينا مسؤولية أخلاقية في إيصال صوتنا الرافض للأعمال الإسرائيلية هناك. الحراك الطلابي في الولايات المتحدة الداعم لغزة يظهر أن ما يحدث هناك خطأ، ومسؤوليتنا تغيير ذلك وإظهار كيف يكون العالم أفضل. الحراك الطلابي في الولايات المتحدة من أجل فلسطين دخل مرحلة جديدة، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية. نطالب الكليات بسحب أموالها من كل الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة، والتي تتلقى تمويلاً بحثياً مدعوماً من إسرائيل. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل. الأمطار الغزيرة تزيد من معاناة النازحين في مأرب وتقتلع مخيماتهم. زوجة الرئيس هي مربوطة بما يسمى في تونس بالطرابلسية. هذوما كانت عندها ممارسات مافيوزية. صار في مبالغة بما قيل عن علاقة ليلى طرابلسي بالحكم. كان تقريبا حصار مضروب على رئيس الجمهورية، لم يأخذ الأمور على محمل الجد ولم يتصور أن الأمور بتلك الخطورة. ليش ما تم اللجوء مباشرة للفصل 57؟ تصور أنت اللي كان معناها لم يتم تفعيل 56 أو الفصل 57 دستور، كان باش يصير فراغ. في تونس سقط النظام لكن بقيت الدولة. الدكتور محمد الطيب يوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة التونسي الأسبق. الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:15 على شاشة العربية. أهلا بكم مشاهدينا. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على اليمن في الأيام الماضية جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة مؤخرا بزيادة معاناة النازحين في محافظة مأرب. أدى تساقط الأمطار إلى تدمير مخيمات النازحين واقتلاع خيامهم ليجدوا أنفسهم في العراء وسط إمكانات ضعيفة لا تلبي حاجاتهم لمواجهة هذه الأوضاع الجوية القاسية. قمنا ولا الكلام يعني في غير المطر العادي، مطر يعني بردي ويعني وعواصيف. دخلنا الجماعة في السيارات تكسر القزاز عليهم وغرقوا ولا الخيام شلت وتأكسر المطبخ، يعني المطابخ شلت كلها حق الجماعة كلهم، الغرض كله من ذاك علوه إلى أسفله وكذا بحصة واحدة. وجاتنا أمطار غزيرة وجانا سيول وشل المخيمات حقنا وشل كل ما هو معنا من الأغراض والأدوات. إحنا البارحة يعني وقع الحادث هذا المطر فيضانات، جتنا عواصيف وأخذت الخيام كامل والمطابخ وشلت بعض المواشي. من مأرب ينضم إلينا مراسل الحدث محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا، ما آخر التفاصيل المتعلقة بكل هذه الأضرار جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على اليمن؟ ما أكثر المناطق المتضررة وكيف يتم التعامل مع الحاصل الآن؟ نعم ضحى، ما يزال المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة والسيول تهدد الكثير من المحافظات اليمنية. ربما كان مركز هذا المنخفض الجوي هو
في المحافظات الشرقية في اليمن، ونتحدث عن محافظتين رئيسيتين هما المهرة وحضرموت. امتد هذا المنخفض الجوي إلى مناطق أخرى تحديدا في وسط اليمن وتحديدا في محافظة البيضاء، وامتد إلى الأطراف الشرقية الوسطى من اليمن في محافظتي مأرب والجوف. هنالك أضرار كبيرة تعرض لها سواء المواطنين في هذه المحافظات في محافظات حضرموت والمهرة، أو النازحين في محافظة الجوف، وما يتهدد النازحين حاليا في محافظة مأرب جراء هطول الأمطار في الوقت الحالي، والتي سبقت برياح شديدة تزيد من معاناة النازحين هنا في 204 من المخيمات متوزعة على مديريتي المدينة والوادي في محافظة مأرب. هذه المأساة التي عرضتها قبل قليل كانت في محافظة الجوف وتحديدا في صحراء الربع الخالي، حيث أدت الأمطار والسيول التي تبعت هذه الأمطار بجرف أكثر من 700 مسكن أو أكثر من 700 خيمة للأسر الساكنة هناك في منطقة الريان ومناطق واسعة من صحراء الربع الخالي في مديرية تسمى بمديرية الخب والشعف. هنالك مخاوف من امتداد هذا التأثير إلى محافظة مأرب، كون العدد الأكبر من النازحين في اليمن يقعون هنا في محافظة مأرب، وقد بدأت قبل ساعات فعليا هبوب رياح شديدة ثم أمطار على مناطق متفرقة من مديريتي المدينة والوادي. ننتظر خلال الساعات القادمة هل ستكون الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية ولجنة الطوارئ بالمحافظة من خلال عمل مصدات المياه في مجاري السيول ورفع المواطنين الذين والنازحين الذين يقيمون بالقرب منها من التخفيف من الكارثة المحتملة، أم أنها سيكون هنالك ربما أحداث تشهدها هذه المخيمات؟ شكرا جزيلا، سنبقى دائما معك في كل جديد. مراسل الحدث محمود الحميدي، كنت معنا من مأرب. أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يتيح للحكومة أن ترحل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية. وافق أعضاء مجلس اللوردات على مشروع القانون عقب إعادته إلى مجلس العموم للتعديل أكثر من مرة، مما أتاح إقراره، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك تشارلز عليها. يمنح التشريع الجديد الوزراء التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني، واعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة، وذلك عقب الضغوط التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء، في حين أكد سوناك أن الحكومة جهزت مطارا وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى، والتي يبلغ عددها وعدد من سيكون عليها 300 مهاجر. سيشرح لنا أكثر تفاصيل هذا مشروع القانون هذا الذي أقر من قبل البرلمان البريطاني زميلي مراسل الحدث مصطفى زارو الذي ينضم إلينا من لندن. مصطفى أهلا بك معنا، إليك. حقيقة ضحى، هذا القرار الذي تم تمريره في ليلة أمس في وقت متأخر جاء بعد معركة مع السياسيين وخاصة في مجلس اللوردات الذي رفض النص لمشروع هذا القرار، ولكن في الأخير رضخ مجلس اللوردات إلى النواب الذين يتم انتخابهم على عكس أعضاء مجلس اللوردات، وبالتالي هذا مشروع القرار الذي طال انتظاره من قبل الحكومة بعد 4 أشهر من المناقشات والمراوغات القانونية لدى بعض السياسيين في حزب المعارضة وخاصة حزب العمال، ها هو الآن يصبح قانونا سيتم اعتماده لترحيل أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير نظامية، وبالتالي تم إخبار أو إشعار آلاف من هؤلاء أنهم سيكونون على رحلات في وقت من هذا الصيف، ربما الرحلة الأولى كما جاء في بعض التحاليل بأن ستكون أول رحلة في يوليو القادم بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لبدء هذه الرحلات. وتم
يعني التعاقد مع خطوط الطيران لم يتم الكشف عن اسمها، بالإضافة إلى وضع ترتيبات أخرى تتعلق بالمحاكم. نعم. بتجهيز يعني غرف وقضاة إلى جانب أولئك الذين سيرافقون هؤلاء الذين سيتم ترحيلهم. يعني بالطبع هذا سيرحلون إلى رواندا، ولكن زاروا هل أيضا تقوم بريطانيا بإجراءات وتأمينات لهم في مرحلة بعد الوصول لرواندا؟ أحد الخلافات التي كانت بين مجلس اللوردات ومجلس العموم، وهو أن هذه الدولة الإفريقية التي تبعد ما يقارب من 4000 ميل عن المملكة المتحدة، يجب أن تكون هيئة مستقلة تراقب الأوضاع في هذا البلد، وإن كانت حقيقة يعني 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 آمنة لهؤلاء الذين يتم ترحيلهم من هذا البلد. وبالتالي يعني ستكون يعني بعض الجهات التي تراقب الأوضاع هناك، وأيضا إبلاغ الجانب البريطاني وأيضا الجانب الرواندي في محاولة حلحلة أو يعني معالجة الوضع الذي يتم الإثارة إليه من خلال هذه الهيئة. بالإضافة إلى أن هؤلاء الذين يتلقون الدعم الحكومي حاليا، يجب التذكير بأن الحكومة البريطانية يعني أو دافع الضرائب يعني يتحملون ما يقارب من 6 مليارات جنيه إسترليني في السنة، يعني ما يقارب من ما بين 5 إلى 7 ملايين جنيه إسترليني في اليوم الواحد لهؤلاء الذين يتم إيواءهم في فنادق. نعم. في أماكن أخرى على حساب دافع الضرائب. وبالتالي الحكومة تنفست الصعداء، ولكن هناك انتقادات كبيرة من قبل جهات وخاصة هيئة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي التي أدانت مشروع هذا القرار، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قالت بأن هناك خطر الآن على حق اللاجئ في العالم. هذه الانتقادات أناقشها مع ضيفي بعد قليل، مراسل الحدث مصطفى زارو، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. من لندن ينضم إلينا القانوني المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء أحمد سعدون، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذن حول الانتقادات، تعليقكم بداية على إقرار هذا القانون المثير للجدل والذي عاد عدة مرات قبل أن يتم إقراره بالفعل. أهلا وسهلا زميلة ضحى، وكل الشكر والتقدير لقناة العربية الحدث ولكادرها المتميز على التغطية الإنسانية المستمرة لهذا الموضوع الشائك حقيقة لأرعب يعني دائرة الهجرة البريطانية وحكوماتها المتعاقبة. اللي حصل الآن، ريشي سوناك يحاول وكابينته وحاول يعني المرة الثالثة أنه مباشرة حول القضية الإنسانية هي لطالبي اللجوء بالقيام بعملية التصويت عن طريق البرلمان بعملية الترحيل. المشكلة أنه هذا سوف يسبب أزمة، يعني هي أقرت، أنا أتفق هناك أسباب لربما قاهرة تضع طالب اللجوء العراقي وغالبيتهم عراقيين وسوريين، حتى أكون دقيق بالتعبير، الذين يصلون من فرنسا عبر الممر البحري كالي دوفر. المشكلة الآن أنه آلية التطبيق كيف سوف تحصل، وفي نفس الوقت سوف يكون لها آثار سلبية إنسانية على طالبي اللجوء، وبالمناسبة سوف يتسربون في داخل المجتمع البريطاني. أكرر، سوف لن يكونون هدف سهل إلى دائرة الهجرة، لأنهم أعطوا فترة معينة، وحتى عندما يقومون بإخبارهم سوف لن يبقى طالب اللجوء السوري أو العراقي أو المصري. في 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 تفاصيل هذا القانون، يعني كيف سيجرى تطبيقه، يعني كيف سيتم اختيار من سينقلون إلى رواندا؟ الذين طبعا هناك فترة الآن، يعني مثل ما تفضل الزميل مصطفى، أنه محتمل تبدأ الرحلات في الشهر السابع. الآن يعني اللي موجودين هم غالبية الذين يصلون، هم يضعون في أماكن آمنة وهناك متابعة من قبل داخل الذين يتم احتجازهم فور وصولهم.
بالضبط. فلذلك موجودين في كاردف، في نيوكاسل، في مانشستر، في ليفربول، في لندن. فلذلك عندما يصل الخبر يعني غالبيتهم بأمانة هم ناس يعني حتى تحصيلهم الدراسي بسيط، في نفس الوقت سوف لن يكونون هدف سهل حتى أنه يرسل إلى رواندا بطريقة غير إنسانية وغير لائقة. هل أنتم يعني تم إطلاعكم على آخر هذه العملية والتنسيق مثلا معكم ومع منظمات مماثلة تعنى بشؤون الهجرة واللجوء؟ احنا كمكتب قانوني قبل فترة يعني بأقل من شهرين وصلت تعليمات إلى مكاتب المحاماة المسجلة قانونيا في بريطانيا، باعتبار أنه طالب اللجوء لو وصل في الظرف الحالي سوف لن يمنح ما يسمى بالحصول على الجنسية كما متعارف عليه، وإنما سوف يكون لفترة 10 سنوات. في نفس الوقت هناك تعقيدات في حالة أنه حصوله لا يحصل على جمع الشمل، لكن هذا الأمر لن يثني، لأن غالبيتهم الذين يصلون غالبيتهم هم ناس يعني سينجل يعني غير متزوجين، هم شباب عاطلين عن العمل في ظروف استثنائية حياتهم بخطر وخاصة سوريين. الآن المشكلة بريطانيا لها تاريخ حافل وسجل مشرف لحقوق الإنسان، سوف يكون هناك حقيقة لا يحسد عليه من اعتراضات، حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في فرنسا سوف يكون لها موقف قانوني اتجاه ما يحصل، لأنه سبق أنه قضاة يتميزون بالإنسانية في الهيئة المحكمة العليا الدستورية أقرت بعدم وجود ضمانات أمنية في حالة الترحيل. يعني المشكلة أنهم رحليهم على دولة، هم لو يرحلوهم على المغرب لربما يكون آمن، هم بلد جميل ومحترم، ولربما يكون كسب كذلك مادي وقانوني للحكومة المغربية. أنت ترحلهم على المجهول بصراحة. يعني قانون مثير للجدل وقضية تحتاج إلى الكثير من الوقت للمناقشة، ولكن للأسف الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك القانوني المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء أحمد سعدون، كنت معنا من لندن. وختام استوديو الحدث إذن مشاهدينا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.